فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل التداوي في المستشفيات يكون داخلا في الرقية والكي؟ هل التداوي في المستشفيات يكون داخلا في الرقية والكي، فلا يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ التداوي مباح في المستشفيات وفي غيرها، هو مباح لا يأثم به، وإذا تركه توكلا على الله احتسابا للأجر فلا بأس. نعم.